قامت طائل تتابع الفنانة سيلاوي وتكشف نفسها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت قمر طائي بإخفاء علاقتها مع الفنان السلاوي كما فعل هو، حيث صرح بالأمس أن قمر طائي مثل أخته الصغيرة. بعدها نشر السلاوي ستوري آخر صرح من خلاله أن أنفه كبران، بمعنى أنه لا يقول الحقيقة. وقمر طائي قامت بنشر ستوري هي أيضا صرحت أن السلاوي تعتبره مثل صديق بتعزه. بعدها نشرت ستوري آخر من طلعاتها مع السلاوي، وظهر السلاوي خلفها وعلقت على الستوري بإيموجي قلب مع مهرج، بمعنى أنها تمزح والسلاوي ليس بصديق فقط. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟